ازيكم يا مواليد برج الثور؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 15 نوفمبر تشرين الثاني 2021. ننتبه الى صحتك جيدا يا مولود الثور، وبخاصة على معدتك وجهازك التنفسي، فقد يكونان اكثر المتأثرين. التعب يسيطر عليك لكثرة الأعمال التي تقوم بها طول اليوم. في المساء ننصحك بعدم الخروج من المنزل، هذا أفضل لك. يوم متعب وصعب في مجمله، وبخاصة لمن كان من مواليد 1 لـ12 أيار أو مايو. مهنيا بتبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحديا كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة. عاطفيا سوء تفاهم مع الشريك حول بعض النقاط، لكن انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدم طويلا. صحيا تجنب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصا إذا لم تشفى تماما من آلام الظهر. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 أبريل إلى 30 أبريل. حاليا أنت قلق بعض الشيء وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم على نفسك واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة. لهذا السبب قد تصادف أعداء فقط وحواجز أكثر مما تستطيع التعامل معه على المدى الطويل. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 مايو ل10 مايو. إذا لم تتوخى الحذر فسوف تسيطر عليك الانفعالاتك وتسبب أضرارا أكثر مما تحب في المستقبل. أنت تميل إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن هم حولك، ولذلك أنت تبحث عن المواجهة أيضا. سيطر على مزاجك الحاد، لأنه على الرغم من حبك في أن يكون لديك الكثير من الطاقة، هذه الطاقة غير ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج. انتبه أكثر إلى صحتك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مايو ل20 مايو. إصرارك اليوم واضح جدا، ولكنه لن يكون مفيدا لك. إذا تصرفت برعونة قد يتخلى عنك الحلفاء القيمون، لأنك تصب غضبك من نفسك على الآخرين من حولك. لا تتهور وخذ خطوة للوراء، وحاول استعادة هدوءك، واحترس لصحتك التي هي الآن أقل من المتوسط. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.